السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. طبعا النهارده انا بعرفكم كل حاجة انا بعملها واحدة واحدة معاكم. طبعا انا النهارده طالعة افطم الارانب اللي هي ايه الارنبة دي. طبعا الارنبة دي عندي عيالها عندهم 34 يوم النهارده. طبعا انا مرضتش القحها، وادي التاريخ بتاعها 26/9. ماشي حبايبي؟ طبعا النهارده 34 يوم. طبعا هنوزنهم معاكم وهنعرفكم دلوقتي وزنهم قد ايه. بس انا دلوقتي هعرفكم حاجه واحده برضو عن الارنبه دي. الارنبه دي عشان جابت لي 3 مرات ورا بعض انا مرضتش القحها عشان لقيتها تعبانه شويه، وطبعا مع مولدت جالها التهاب رئه على القوف رجليها، انا عالجتها ولقيتها بقت كويسه وبقيت اكلها وبقت كويسه وصحتها اتردت. رحت انا لقحتها بقى لي يومين. طبعا انا ايه قلت ان انا اسيبها تريح عشان كان جسمها خس، وانا مش عايزه ايه تتبهدل مني وتموت مني. انا حبيت ان انا احافظ عليها. انا قلت اتاخر عن التلقيح شويه على ما هي ترد صحتها، عشان لما اجي القحها تبقى صحتها كويسه وتجيب خلفه حلوه، وتبقى الخلفه حلوه زي اللي معاها. ماشي حبايبي؟ انا هفطم دلوقتي وهوريكم الوزن بتاعها قد ايه واحنا مع بعض كده. بسم الله نسمي كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبايبي، دي 850 جرام. ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو و50 جرام. ماشي حبايبي؟ كل وزن غير التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بص حبايبي، ده 850 جرام. برضو هي كتر خيرها اللي عرفت ترضعها متأكله وهي كانت تعبانه. ده 950 جرام يا حبايبي. ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا هفطم الاربعه وخلي لها واحد لغايه بكره عشان ما يجيلهاش التهاب درع. بسم الله الرحمن الرحيم. ده برضو ايه لسه صغير شويه، حجمه حلو بس صغير شويه. انا هسيبه لها عشان ما ينفعش لفطم ايه كلهم مره واحده. انا هخليه لها لغايه بكره او بعده اروح فطمه. ليه؟ عشان اللبن ما يكبس عندها ويجي لها التهاب درع. طبعا انا حبيت اعرفكم اللي انا بسيبها 3 ايام الارنب معاها، ويوم او يومين او ثلاثه، يعني مش بدل واحد عادي، فاهمه؟ طبعا انا حبيت ان انا اوريكم الارانب اللي عندي. طبعا دولت انا بطلع لو ما لقيت القش مبلول في اي وقت، ان كان يوم او يومين او ثلاثه، بغيره دايما باستمرار. طبعا انا هوريهم لكم دلوقتي انا بغير القش، كل ما الاقيه مبلول بغيره، يعني ممكن مرتين في الاسبوع. ماشي حبايبي؟ لو لقيته مبلول اكتر من كده برضو غيروه، يعني حسب ما ايه القش اتبل. بسم الله. سوينا عليها كده، اجيب طبق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حبايبي ادي الارانب اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دولت حبايبي همت عندهم ايه؟ دول عندهم 8 ايام باذن الله، الحمد لله. يعني دولت 8 ايام اسبوع اهو. طبعا ايه ما شاء الله كبروا اهو بقى حلوين. طبعا انا ايه حبيت ان انا ايه اغير القش بتاعهم. بس القش بتاعهم مبلول
بغيره باستمرار. بصوا حبايبي انا غيرت دلوقتي القش طبعا اهو مكان ايه بغيره بنسحه وبنضفه عشان يبقى هيد المكان نضيف. حبايبي انا طبعا جبت القش هنطفيه من مكان عشان ايه احطه على مكان يبقى نضيف. انا بدوس عليه كده جامد وبضغط عليه عشان ايه يعرفوا ايه يدفوا ويناموا مفيش حاجه ايه تتلف على رجليه عشان يبقى نايمين ايه مستريحين يا حبايبي. بصوا حبايبي حجمهم حلو ازاي ما شاء الله عنده اسبوع اهو عندهم 8 ايام. بسم الله الرحمن الرحيم سموا كده حبايبي ووريكم الارانب ما شاء الله جميله ازاي حلوه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم هومت هومت حبايبي بص اهو ارنب اهو ما شاء الله حلوه اهو حجمه جميل ومش وحش اهوت عشان هي ما شاء الله جايبه لها حجم حلو. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا ايه كده اقفل عليهم طبعا بس انا ادخلها دلوقتي تردعهم بالمره عشان ايه لسه ما ردعتهمش انا بغير القش قبل ما تخش تردع. بسم الله الرحمن الرحيم خش اقفل عليها كده لغايه ما تردعها مش حبايبي خش عند الارانب الثانيه. بسم الله نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هما نايمين اهو حبايبي لسه ما رضعوش. بسم الله الرحمن الرحيم اهو حبايبي اهو بص حبايبي دي جايبه الاسود ودي جايبه الابيض. بسم الله الرحمن الرحيم كل حجم غير التاني ازاي احجامها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي بصوا ما شاء الله سامع كده بسم الله ما شاء الله تعملي واحد هنا ثاني اهو واحد اهو حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم اهو حبايبي انا بايه نظف المكان كويس عشان ما ينفعش ارش وهم صغيرين كده جوه اي مطهر ولا حاجه هي بتخاف عليه عليهم عشان الدزنون ممكن يخنقهم وغلط. اجيب القش ادي عمده حبايبي تدوسوا عليه جامد كده وايه عشان يعرفوا ايه يناموا في القش في النص. ايه ده يا حبايبي اهوت ما شاء الله بسم الله. بص الارانب عندي اهي فوق اللي انا فطمتهم فوق دولت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. طب انا حبايبي هما في الارانب اللي انا ايه
برضحهم وهفتح عليها برضو تخش ترضحهم برضو. اروح لايه النبة التانية عشان ترد عيالها. بسم الله خشي. بص حبيبي بسم الله ما شاء الله. هوريكم برضو ايه دي جايبه لي اربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فين التاني مستخبي؟ اهو هما حبايبي اربعة هما. طبعا هغير القش بتاعهم ما شاء الله منتفه شعر كتير. نضف المكان كويس عشان لو في ميه ولا حاجه. بصوا حبايبي ما شاء الله لما اجيب القش دايما تغيره لكل ما تلاقيه توسخ وتلاقيه نضيف ومش نضيف تغيره باستمرار ماشي عشان ده اللي بيدفي المكان وده اللي يبقى المكان حلو ونضيف. الأرنب بيكبر بسرعه كده وتلاقيه حلو كده وصحته حلوه مبقاش تعبان طالع تعبان من المكان اللي هو مش نضيف. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطهم كده غيرنا القش خلاص هدخلها تردحهم برضو على ما اطلع اللي هناك. دايما انت تبقى ايه واخد بالك من اللي انت بتعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. خشي ودخلت قفلت عليها طبعا ايه على ما ترضع. انا هطلع اللي هناك عشان هي زي ما انا رضعت خلاص كده هي خمس دقايق وبترضع وبتطلع وتطلع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعي بسم الله الرحمن الرحيم. اهمت ما شاء الله رضوا ما شاء الله اهو طمن عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا حبايبي عرفتكم انا بعمل ايه معاكم. كل ما بطلع بصور واعرفكم بعمل ايه. طبعا انا في ناس بعتت لي الارانب اللي هي افضل حاجه للتربيه هعمل لك حلقه برده هعرفك احسن حاجه اللي انا ابتديت بيهم واللي انا نجحت فيهم عشان تجيبيهم وتعملي زيي وتنجحي تبقى احسن مني. طبعا انا اقول لكم دلوقتي كل اللي يعجبه القناه بقى واللي يشوفني يعمل لي اشتراك ويعمل لي لايك واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.